منذ بداية شهر إبريل لغاية الآن استقبل مختبر الفيروسات في مركز الكويت لمكافحة السرطان 250 ألف عينة لفحص فيروس كوفيد محولة من مرافق صحية متعددة. عندنا تقريبا ما يعادل 23 مركز صحي ومستشفى في منطقة الصباح. كل العينات مالت المرضى مالت المستشفيات هذه تصب في مركز الكويت لمكافحة السرطان، إضافة إلى منطقة الجهر. المنطقة الشمالية التابعة لمنطقة الجهر الصحية تأخذ المسحات هناك، لكن تبعث المسحات لنا اللي نسويها في المركز، إضافة إلى العمليات الإجلاء أثناء فترة الإجلاء كانت جزء منها يوصل لنا عندنا. بعد عملية الإجلاء بلشنا نستقبل العينات من المسحات الميدانية اللي تعمل ومحجر جابر. أجهزة طبية متطورة قادرة على فحص فيروس كوفيد بدقة متناهية، طواقم فنية مؤهلة يعملون على مدار الساعة دون توقف، تحديات كثيرة واجهتهم خلال فترة الجائحة. قامت إدارة المركز مشكورة بتوفير كافة الاحتياجات المختبر من ألبسة واقية ومن ماسكات لحماية العاملين في المركز. كان في ضغط عينات، ضغط نفسي، ضغط اجتماعي، تخلينا طبعا عن البيت، كنا لازم ننحجر عن أهلنا بعيد، غير طبعا إجلاء وقت الإجلاء كان عندنا ضغط مو طبيعي بالشغل. كنا تقريبا توصل ساعات عملنا إلى 16 أو 17 ساعة في اليوم بشكل متواصل من دون أي أيام راحة. كنا نواصل الليل مع النهار عشان نضمن أن إحنا نستخرج النتائج بأقصى سرعة ممكنة. إنهم يتعاملون مع فيروسات قابلة للانتقال والانتشار، مهنة محفوفة بالمخاطر والتحديات. صمام الأمان لهم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المشددة. كذي انت قاعد تتعاملين مع الفيروس ذات نفسه، يعني المريض ممكن يكون لابس كمام، الطبيب على مسافه امنه يلبس فول بي بي اي اللي هو الفول شيلد. احنا قاعد نتعامل مع العينات، اوكي احنا لابسين، بس لو حصل سبلاش العينه انتثرت بالغلط او شيء احنا معرضين، انت تمشي المختبر كله فيروس. منذ بداية ظهور الجائحة باشرت 4 مستشفيات عامة لإجراء فحوصات للكشف عن الفيروس، مستشفى العدان والأميري ومبارك ومركز الكويت لمكافحة السرطان. حالياً باشر مستشفى الفروانية بإجراء الفحوصات المخبرية للكشف عن الفيروس. لما أبو علاوي، تلفزيون دولة الكويت.